هذه الحلقة تأتيكم برعاية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي معكم من جديد في برنامج صحتك تهمنا. اليوم حابة عنوان الحلقة يكون هيك شوية مختلف، مش حنعطي معلومة علمية بقدر ما نحاول نجاوب الناس في بعض الأسئلة تكررت في حتى كومنتاتي، كي مثلا حتى على الصفحة بشكل شخصي أو في مترددين حالاتنا. السؤال: لماذا لا أستجيب للعلاج، أو لماذا لم أستجيب للعلاج برغم أن حالات يقول لك أنا خذيت كل شيء، عالجت كل الجلسات، درتها، دير رقم وقدره، صرفت رقم وقدره، ليش لم نستجيب للعلاج؟ والسؤال هذا هو تكملة، أو نقدر نقول إحنا جاوبنا عليه سابقا لكن حاولوا ننظموه في الحلقة هي. العلاج نص عند الدكتور ونص الثاني عند الحالة نفسها، لأن من بداية أول ما نستقبل الحالة لازم نعرفوا شن هن الهيستوري والتاريخ المرضي والأمور والحاجات المعطيات اللي حكينا عليهم من قبل وكررناهن أكثر من مرة. طيب، المريض عندي حاليا موجود على العلاج بتاعه والأدوية وأموره تمام، عدل النوم بتاعه، ياخذ في أدويته، سيب كل الحاجات اللي هن لها علاقة بزيادة تساقط الشعر، منظم روحه، يستخدم في الأدوية صح. ليش يتأخر في العلاج؟ مرات حتى شخصين، مرات اثنين إخوة أو اثنين بدو مرحلة العلاج مع بعض، شخص يتحسن وشخص لا. وهنا في ملاحظات إنه هو الدكتور لازم في المتابعة نلفت نظر المريض، هل هو مثلا عنده ستريس، عنده مشكلة صحية أثناء فترة العلاج، ممكن الأمور في البداية كانت كويسة وفجأة يقول لي أنا، أو حالة تقول لي أنا الدكتورة رديت تساقط من جديد تاني. هو الحياة أكيد قاعدة مستمرة وفي عوارض صحية تصير وهو قاعد يعالج، يعني مش ممكن خلال هالفترة هذه تعرض أي وعكة صحية، ولو كان برد بسيط، التهاب في الحلق، التهاب في الأذن الوسطى، أي مشكلة صحية، التهاب في المسالك، قد تعرقل بعض، استخدم مضاد حيوي، الحرارة اللي ارتفعت عنده لأي سبب من الأسباب اللي حكينا عليهن ممكن تسبب تلخبطة شوية في دورة حياة الشعرة، اللي سابقا هدرزنا عليها إن هي 3 شهور دورة حياة الشعر. عشان هيك أي وعكة صحية صارت في أثناء فترة العلاج ممكن تأثر عليها في الشهور التانيات، يعني هو بدأ معنا من 3 شهور هذين وقاعد ياخد في علاج، خلالها تعرض لأي برد، تعرض لأي مشكلة صحية، تعرض لأزمة نفسية، سترس مثلا، مش هيصير التساقط في الفترة هي تحديداً 3 شهور، هتصير في 3 شهور اللي بعدها. عشان هيك يحس إنه هو كيف أنا لي 3 شهور قاعد في العلاج وبعدين توه بادي شعري يطيح، هو خلال هالفترة هذه صارت معه واحدة من الحاجات اللي حكينا عليهم. بنجي للمشكلة الثانية اللي هي واللي مهمة ودائماً نتكلم عليها ونشرح فيها للحالات، اللي هي مقاومة الأنسولين أو الأنسولين ريزيستنس. مشكلة مقاومة الأنسولين احيانا الشخص ما يقدرش يعرف روحه انه هو تسبق بسنوات، يعني الشخص حتى مش شرط انه هو يصاب بمرض السكر لاحقا، لكن هي عندها علامات تكون واضحه عن الناس او يشعر بها او يقدر يحس روحه انه هو فعلا عنده مقاومه انسولين. شو معناها هي اساسا؟ ان انا كشخص او عندي حاله لما هو ياكل ياخذ كميه كبيره من، وهي طبعا هي لايف ستايل في الاكل، ياخذ كميه كبيره من الكربوهيدرات. المفروض النورمال ان البنكرياس بيطلع لي او الخلايا البنكرياس بتفرز لي كميه مناسبه للانسولين اللي هي باش تبدا تكسر فيها الكربوهيدرات وتحولها جلوكوز اللي بتاخذ الخليه وتستفيد منها. فشنو يصير عندي؟ ان الشخص اللي عنده مقاومه الانسولين الخليه موجود عندها الانسولين في الدم، يعني انا تو عندي ارتفاع مستوى الانسولين موجود في الدم والخليه ترفض استخدام هالانسولين، عشان هيك نسموه فيه مقاومه الانسولين. الشخص خدا كمية كربوهيدرات، عنده توا أنسولين موجود في الدم، الخلية ترفض الاستخدام بتاعه، مش هتستفيد منه في العمليات الحيوية اللي مفروض إحنا تصير، حيحس بالجوع مرة تانية، يعاود يأكل مرة تانية، يفرز البنكرياس أنسولين مرة أخرى، فتبدأ في عندي هايبر أنسولينيميا، زيادة مفرطة في الأنسولين ومقاومة خلايا، وعندي سكر عالي برضو في الدم، والاثنين مش مستفيدين منها الخلية اللي هي في النمو بتاعها. شنو هي الحاجات اللي بتكون مصاحبة لها؟ أكثر ارتباط بين الناس اللي عندهم مقاومة الأنسولين هم الناس اللي عندهم حب شباب. عندي برضو في التساقط الوراثي عندي ارتباط قوي وفي دراسات واجدة عن الموضوع. هو
عندي مشكلة اللي هو البوليسيستيك أوفري، كيف ما حكيت عليه، إن في السيدات اللي عندهم تكيس في المبيضين عندهم ارتباط كبير بالأنسولين ريزيستنس أو مقاومة الأنسولين. أغلبية الناس اللي عندهم المشكلة هذه تلقى عندهم البيلي فات أو اللي هو الدهون حوالين البطن. لذلك نبدو مشكلتنا الأساسية واضحة لدى الحالة إن نحن راهو عندك مقاومة أنسولين، وهيك حتى العلاج اللي تبتاخده يبي بيكون في تذبذب في الاستجابة للعلاج، ممكن نسبياً حيتحسن بشكل بسيط لكن الأغلبية مش حيحصل نتيجة كويسة. علشان هيك لازم يهتم بموضوع إنه كيف يغير النمط الحياة بتاعه. الإكسرسايز مهم، ممارسة التمارين الرياضية، كيف إنه هو يحاول يتخلص من الوزن الزايد وبالذات في منطقة كيف ما قلنا اللي هو البليفات اللي هو حول البطن. كيف يبدأ يغير في نمط الأكل بتاعه أو اللايف ستايل الأكل، نبدأ نشتغله على إن نحنا ناكله لو كارب أكتر، نريحه شوية البنكرياس من إفراز الأنسولين. كل ما زاد عندي الأنسولين بيزيد التحسس الريسبتيرات أو المستقبلات اللي هي تشتغل عليها الديهيدروتستوستيرون في الناس اللي عندهم تساقط وراثي. كل ما قللت نسبة الأنسولين عن طريق إما الأكل أو عن طريق ممارسة الرياضة عشان أتخلص من كمية الأنسولين هذه اللي موجودة عندي، أو قللت من نسبة الكربوهيدرات اللي ناخد فيها، هذه كلها تبي تعطيني نتيجة كويسة. الأنسولين بيزيد لي من معدل الديهيدروتستوستيرون اللي نحن شغلنا كله عليه في التساقط الوراثي. هذه واحدة من المشاكل اللي نواجهه فيها، تقاومنا حتى نحن في العلاج، فيصبح الشخص فعلا خدا كل الأساليب اللي هي متاحة لي أو اللي نحن عطيناها والبروتوكول المتبع لي، لكن ما يحصلش نتيجة كويسة أو تتأخر النتائج بتاعه. بنجي للحاجة المهمة جدا، القلق والسترس. المريض بعد يمشي فترة معينة من العلاج، على الأقل الـ 12 أسبوع الأولات اللي هما 3 شهور، وبعدين 12 أسبوع الأخرى اللي هما 3 شهور تانية، يوصل 6 شهور ما يحصلش نتيجة، يبدأ يحس بالقلق، توتر. في ناس حتى تبدأ من الشهرين الأولات في القلق، نادي دكتور أني ناخد في العلاج نوري كذا ما زال ما حسيتش نتائج، ما زال ما، أو يبدأ تساقط ما زال مستمر معاه، لأن ما زالت الهير سايكل ما تنظمتش، ما خشتش في الاتزان اللي احنا مطلوب. في حلقة سابقة تكلمت على الهير سايكل، نحن نحتاج إلى 8 دورات، يعني قريب مرات في ناس توصل لعند 24 شهر اللي هو سنتين باش تتحسن أو يحصل نتيجة فعلا كويسة. أمتم لما يكون ياخد في الأشياء أو الأدوية المهمة المثبطة للديهيدروتستوستيرون، وهي كثيرة منها وشائعة جدا ويعرفوها دكاترتنا الغلبية نستخدمه فيهن. في أدوية متاحة نقدر نستعملها للسيدات فقط، في أدوية نقدر نستعملها للاثنين للطرفين سواء كان سيدات أو شباب. في سؤال من الأسئلة المهمة اللي حابة نحكي عليه، اللي هو الفرق بين البلازما والميزوثيرابي، وهل هن فعلا هذين الجلسات اللي نحن نقدمه فيهن هل هن فعلا علاج لتساقط الشعر سواء كان تساقط عادي أو تساقط وراثي؟ ما هنش علاج مباشر لمشكلة التساقط الوراثي، يعني مستحيل شخص ما ياخدش في علاج بتاعه اللي هو السيستميك ثيرابي سواء كان الفيتامينز بتاعه او الانتي دايهيدروتستوستيرون اللي احنا بنعطوه له وبيدير بلازما بيحصل نتيجه. البلازما عباره عن عوامل نمو موجوده في الصفائح الدمويه اللي موجوده في الدم بتاعنا، بتشتغل على تحفيز الخلايا الجذعيه لبصيله الشعر. وكيف ما نحن نعرف ان البلازما حاليا يعني مجالها واسع في اكثر من استخدام طبي، لكن في التساقط الوراثي أنا بتفيدني في تحفيز الستمسل أو الخلية الجذعية للبصيلة الشعر، بش نساعد الشعر على استعادة الأناجينيك فيس أو الفترة الزمنية الطبيعية للهير سايكل. الميزوثيرابي عبارة عن مواد أو محضرة من شركات أو من مواد هي أصلاً جاهزة، يستهدف فيها مواد خاصة بالفيتامينز الخاصة ببصيلة الشعر لتغذية بصيلة الشعر. عادة أنا لما ناخد فيتامين عن طريق الفم بينهضم في المعدة بيمشي بتوزع للجسم بالكامل، أنا عن طريق الميزوثيرابي نوصل الفيتامين المطلوب أو الأحماض الأمينية أو أي وات إيفر المواد اللي إحنا نستخدمه فيها باش نحفز بصيلة الشعر، الهيرونيك أسيد، المواد اللي إحنا نحتاجه فيها النيوتريشن أو التغذية تكون فعلا وفيرة لبصيلة الشعر باش النمو بتاعها يكون نورمال، بنوصلها مباشرة عن طريق الحقن أو أكثر من تقنية، عندنا استخدام الديرما بن أو عن طريق الحقن المباشر لفروة الرأس بالمواد اللي احنا مجهزة. الفرق بينهم هل هم يكملوا بعض أو أين أحسن؟
البلازما تخدم على تحفيز البصيلات، توفر لي في عوامل نمو، ممكن عددها يوصل عند 7 عوامل نمو مهمة جدا في الخلايا، كيف تحفز النسيج انه هو يشتغل صح. الميزوثيرابي عبارة عن ريفيتاليزيشن، إعادة تغذية، يعني عندي حاجة محفزة وحاجة للتغذية، فيكون مكملات لبعض. زي ما أنا بنحطه المريض على محفزات اللي هن البلازما والريفيتاليزيشن عن طريق الميزوثيرابي، وأيضا عن طريق العلاج الدوائي اللي ياخد المريض أو التوبيكال كاستخدام الشامبو. من الأسئلة المهمة اللي مطروحة علينا، هل الشامبو هو علاج؟ الشامبو ما هوش علاج، هي برضو كلهن عوامل مساعدة. الشامبو يوفر لي بيئة للشعر عن طريق تنظيف السكالب، فروة الرأس، من المواد الكيميائية الغير مستحبة أو الزيوت الغير مستحبة اللي هي بتكون عازل على بصيلات الشعر. أيضا أحيانا نختار الشامبو المناسب للناس اللي حكينا عندهم تكتلات دهنية موجودة في الشعر، وهذه واحدة من الأسباب اللي تسبب لي التهابات سطحية على فروة الرأس، من ثم القشور والمشاكل الثانية ممكن ما تبانلاش المريض لكن تبان على شكل حكة مزعجة في الرأس، فنحتاج أن ناخذ شامبو خاص بالأمور هي. فالشامبو برضو عامل مساعد، بيوفر لي بيئة لبصيلة الشعر للنمو بتاعها. من الأشياء المهمة أيضاً اللي نحن بنتكلم عليها، المدة الزمنية غير محددة لعلاج الشعر، وعادة صعب جداً إن نحن نوصل المعلومة هذه للمريض لأنه بيجي نفسيته تعبانة، وخاصة لو الحالة متطورة ومتفاقمة ويحس إن هو المشوار طويل ومتعب. لكن لو فهم إن المدة الزمنية غير محددة لشخص، صعب نعطي لحد رقم قل له أنا خلال 6 شهور، خلال 7 شهور، خلال 3 شهور حتكون في نتيجة. هي خطة علاج تتاخد، عارف شنو المشكلة اللي عندي، نحاول نصلح، نكسب صحتي في أمور جدا حقيقية يكون من يكتسب فيها صحة كاملة المريض، لما هو بيغير من لايف ستايل، الأكل بتاعه، النوم بتاعه، حيستفيد لشعره، وهو بشكل عام حيستفيد لصحته. المكملات الغذائية سوء استخدامها جدا سيء، يعني لاحظنا الإفراط في استخدام الزنك. الزنك كل ما كان زاد بيطيح لي الشعر، لما بينقص بيطيح لي الشعر. فعندي سوء استعمال المكملات الغذائية أو تكرارها، بمعنى ياخذ من أكثر من مصدر، هذه شركة، هذه شركة، هذه شركة، تلقاه ياخذ في زنك من هنا وزنك بروحة وزنك. فهذه من المشاكل اللي نشوف فيها في الحالات اللي ترددوا علينا، تلقاه جايب معاه كيس فيه أدوية متعددة وفيتامينات، وكل شهر فيتامين وكل. فمشكلة لو أنا ما عرفتش هل فعلا هو محتاج، فضروري نشوف التحليل ونكرره. مشاكل الحديد جدا أو الفريتين، مخزون الحديد اللي نلقوا فيه نازل، أحيانا يعتمدوا فقط على فترة العلاج اللي هي الحبوب اللي ياخدوها، يرتفع مخزون الحديد، وهذا للأسف شفناه في أكثر من حالة. يكمل مثلا على الأقل 3 شهور 4 شهور، توقف استخدام حبوب الحديد، هي اوريدي ما صلحتش من نفسها في اكتساب عنصر الحديد من طريق عن طريق الاكل المورد الاساسي لنا، فترد تنتكس من جديد ويبدا الشعر يعاود يطيح من جديد، ونبدا نخش في نفس السايكل ونفس الستريس. لان هي تقول لك انا فتره، وهذه جمله شهيره لكل حاله، تقول انا خدت علاج، فتره العلاج تحسنت، مجرد نوقف العلاج نعاود من جديد نفس الاعراض. فهو السؤال على طول نطرحه لها، نقولها أسألي نفسك ليش لما ناخد الحبوب الحديد وعنصر مثلا الحديد أو الزنك أو الفيتامينات تتحسن، ولما هي توقف العلاج ترد كل شيء كيف زي ما كان؟ معناها المشكلة إنه هو في خلل في الموارد اللي هي أو العناصر اللي تاخدها من الطعام بتاعها والأكل بتاعها، في مشكلة صحية مصاحبة. هل عندنا مشكلة في الدم مثلا؟ هل نحتاج أحيانا الاستعانة بأطباء الباطني أو الدم، نشوف شنو الخلل اللي عندها، ليش ما عندهاش امتصاص؟ هل عندها التهابات في الـ12، عندها التهابات في المعدة، عندها أسباب تانية تخليها ما تقدرش تاكل كويس أو ما تقدرش تاخد العناصر سواء كانت النباتية أو الحيوانية. في ناس ما تحبش تاكل اللحم ومصادر الحديد من اللحوم الحمراء ومقلة في العناصر النباتية. فنبدو مشكلتنا إن خلال فترة العلاج الأمور تتحسن، ومجرد ممكن أنا نشعر بها مع الحالة بتاعنا وهي نحن في نصف فترات العلاج أو مع الجلسات، تقول نحن في البداية تحسنت لكن توا في عندي تساقط، نسألها تاخدي في الحبوب؟ لا أنا كملت خلاص، خديت 2 شهر، خديت 3 وكملت للحبوب. معناها رد نفس كل شيء، رد من الأول ويبدأ يصير الدروب من جديد. فهذين أسباب صراحة تتكرر ونشوفوا فيها خلال حتى إحصائيات بسيطة هيك درناها من مترددين علينا في عيادة الشعر،
ليش في ناس تتأخر في الاستجابة للسترس بجديات. أكتر موضوع مهم ومزعج في الحالات اللي هي تتأخر، لأن يبدأ هو نفسيا مش قادر يتقبل فكرة إن هو طول تأخر في العلاج. لكن لو أنا شرحت له وعطيت جزء من وقتي، وهذا هو المستهدف من خلال الحلقات هذينا، نحن نحاول توعية. راهو الموضوع يحتاج شوية صبر، في ناس تختلف، في ناس تتعالج في شهر ونص أمورها تتحسن، يختلف باختلاف العمر باختلاف الحياة. كل شخص عنده البرسوناليتي بتاعه، في شخص عصبي شخص مش عصبي، إنسان تاني مهنته تفرض عليه إن التوتر مش مريحة مهنته، يضطر يسهر فيها، يضطر يتعب واجد الهيفي وورك، فيختلف الأمور من لشخص لآخر. يعني أنا لما من الحاجات اللي لفتت نظري لما تنزل صورة مثلا حتى على صفحات إن في تحسن لحالة، في ناس تصاب بشوية قلق إن ليش أنا نعالج وما نتحسنش. الحياة الشخص هذا تختلف أحيانا، حتى لو كان أخين في نفس البيت يختلفوا الاثنين مهنته، كل شخص مهنته بروحه، شخص حياته فيها ستريس وما يرقدش كويس وما يأكلش كويس، أخوه الثاني بالعكس مرتاح، فهذين يفرقن في الاستجابة للعلاج. لكن مع التزامنا بالحاجات العلمية اللي احنا نحكوا عليهم، كيف نحاولوا نكسبوا صحتنا عن طريق تغيير أمور في حياتنا، نعرف أن نص العلاج لازم نحافظ أنا من عندي، والنص الثاني من الأدوية اللي يعطيها لي الدكتور أو الجلسات اللي هو بيعطيها لي. في ناس ما تحتاجش أن احنا نديروا لها جلسات، مش كل الناس لازم تاخذ بلازما، مش كل الناس لازم تاخذ ميزوثيرابي، كل حالة لها خصوصيتها، لها المعطيات بتاعها اللي نحن نتعاملوا على أساسها. شكرا لكم، ونتمنى أن يكون فدتكم في هالحلقة، ونتمنى أن نلتقي في حلقات أخرى لاستفسارات أخرى وإجابة على أسئلة مهمة وتهمنا في كارير الصحة ومهنتنا اللي نحن نتعاطوا فيها. شكرا لكم. هذه الحلقة تأتيكم برعاية